إن لله وإنا إليه راجعون إن لله وإنا إليه راجعون إن لله وإنا إليه راجعون شاهدين قناة شوف تي في، أهلا ومرحبا بكم الآن في هذا البث المباشر من مدينة طربيضة وهنا بالضبط في منطقة الحي المحمدي. اليوم تلقينا خبر مؤلم، خبر وفاة الفنان لاكبار العائلة ديالو كتبكي مسكين. اليوم تلقينا خبر وفاة الفنان الراحل مصطفى الدسوكين. الآن حنا أمام المنزل ديالو كما كتشاهدوا معنا، العائلة ديالو المسكينة كتغوت إن لله وإنا إليه راجعون، الله يصبرهم. فخبر مؤلم جدا، إن لله قدر الله ما عندنا ما نديرو. بارطاجيو الإخوان، بارطاجيو الله. فحنا أمام المنزل ديالو، فهذا هنا فين كان كيعيش، هنا فين كيسكن. الله يرحمه والله يصبر العائلة ديالو. صراحة الخبر مؤلم جدا، خبر مؤلم جدا. إن لله وإنا إليه راجعون، إن لله وإنا إليه راجعون. دعونا بالرحمة والمغفرة، دعونا بالرحمة والمغفرة إخوان. صراحة خبر مؤلم جدا. اليوم تلقينا الخبر الوفاة ديالو، حنا الآن من أمام المنزل ديالو، العائلة ديالو كتبكي، وهنا كاين الأطفال من العائلة ديالهم تما كيبكيو. ف لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا قدر الله ما عندنا ما نديرو، قدر الله عز وجل. فلحظات مؤلمة كيف ما كتشاهدوا معنا المشاهدين قناة شوف تي في، الله يرحمه الله يصبر العائلة ديالو. العائلة ديالو كنسمعهم ما صبروش على الفراق ديالو، فراق صعيب. فنان كبير من أهرام الفن، فالله يرحمه الله يصبر العائلة ديالو. بارطاجيو الإخوان، ترحموا لي بالمغفرة. فخبر مؤلم جدا، خبر مؤلم جدا تلقيناه هذا اليوم. الحزن من أمام المنزل ديالو، فلا حول ولا قوة إلا بالله. إن لله وإنا إليه راجعون، إن لله وإنا إليه راجعون. فهذه العائلة ديالو كيفما كتشاهدوا معنا، العائلة ديالو لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يصبرهم الله يصبرهم يا رب. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه صدر ويرحمه. فخبر مؤلم. فبالنسبة للناس اللي الله تحكم معنا بهذا البث المباشر، ما عرفوش شنو وقع اليوم، تلقينا خبر الرحيل الفنان ديالنا مصطفى الدسوكين. لحظات مؤلمة، الله يرحمه الله يصبر العائلة ديالو. كما كتسمعوا العائلة ديالو كتغوت، مصابرينش على الفراق ديالو. الله يصبرهم يا رب، الله يصبرهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يصبر العائلة ديالهم. ولا ولا قوة إلا بالله. بارطاجيو الإخوان، بارطاجيو وترحموا ودعيو معاه بالرحمة. والله يصبر العائلة ديالو، الله يصبر العائلة ديالو. بالنسبة للناس اللي باغيين يعرفوا في كيسكون، فهو هنا الحي المحمدي، هذه منطقة الحي المحمدي من أهرامات، فنان من أهرامات الفن، فرق صعيب اكيد اخويا هشام، فرق صعيب، فرق صعيب. الله يصبروا العائله ديالو، الله يرحمه يا رب. إن لله وإنا إليه راجعون. اخوان شنو وقع بالنسبه للاخوان اللي كيسولوا شنو وقع؟ اليوم تلقينا الخبر الوفاه الفنان ديالنا مصطفى الدسوكين، يعني كيف ما كتشاهدوا معنا مشاهدينا، احنا الان من امام المنزل ديالو اللي كيعيش. لا حول ولا قوة إلا بالله.
لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. بارطاجيو الإخوان لايف، بارطاجيو الإخوان لايف، ودعيو معاه بالرحمة والمغفرة، ودعيو مع العائلة ديال الله يصبرهم. فهو فنان كبير، فنان اللي كيعرفو جميع المغاربة. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا هو المنزل ديال اخويا انس، هذا هو المنزل ديال اللي فيه كان كيعيش. كاينه العائله ديالو الان، يعني كيف ما كتشاهدوا معنا كاينه العائله ديالو الان في هاد اللحظات. عليكم السلام ورحمه الله. نعم، علاش ما خصيتش نصور؟ ها كاين المشكل. انا بجيت السكون اللي غيتشكاو، ماشي نمشي ليا انا. علاش السكون غادي يتشكاو؟ غيتشكاو لي انا، ماشي عليك انت. علاش غادي يتشكاو؟ وشنو كنديرو دابا حنا؟ شنو كنديرو دابا؟ علاش غادي نديرو تصور؟ ها؟ اشنو نصور؟ سولتيني شكون انا؟ عند الصحابة. عندك الوقت عندك كل حاجة. ايوه الله يكبر بك. لا باش سكت براش، جاوبني جاوبني. قولي صحافة، قولي صحافة. باش هو الدنيا طاري. قولي صحافة ماشي مشكل. الفنان ديالنا ماشي. الصحافة هذا. حتى هما خافوا ما عرفوش شنو واقع. عنده الترخيص عنده كل شيء. مرحبا خويا. مرحبا الله يكبر بك خويا. شوف تيفي. شفت انا. ايه شوف تيفي. رحبتش في اللايف. رحبتش في اللايف. انا لله وانا اليه راجعون. الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه. ناخذوا معاك ناخذوا معاك 9 سنين في الشهاده حقه كيفاش كان؟ وقت انا ما صح ما جبتش. اجي توقف هنا؟ لا 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 صافي ماشي مشكل. ما فطور اليوم اللي جا ما بقاش نقدر ناكل. ويا راه ماشي راس السيمانه اليوم. الصراحه راه صدمه صدمه كبيره صدمه. انت تدخل تقول يلاه تفتح تدي مسكين القهوه تريح الميه تنفطروا. قال لي راجل تقال عيا. سمعتي؟ هو عيا مؤخرا. عاش هو هذاك. انا خرج مع القهوه ويرد. سمعتي؟ تقيق. تقيق قلت له سمعتي قلت له باش ما يديروا معايا البال. قلت له تصير مصطفى ريح دارك انا ويجي في سوق عندك الصباح الصباح نطلع لي طول اليوم طلع طول اليوم وطول بيت الناس ونشوف الله بيت الناس. مش اخر مره شفتيه؟ مش اخر الصباح اليوم في الصباح. اليوم في الصباح. كيفاش لقيتي الخبر الوفاه ديالك؟ خويا انا ضاع لي واحد طرف مني ضاع لي من خويا طرف ضاع لي يعني كان خويا وصاحبي ومسكين كان ستي غير عليا مسكين عزيز علينا يعني عسل زيرهم يعني كان هو معروف الطيبوبه ديالو. الله خويا اسطوره هذاك السيد والله ما كاين خويا اسطوره هذاك السيد. انا بعدا كيف المعامله ديالو هنا مع الناس الجيران؟ الله يعمر هذا الله راجل طيب بزاف. لا حول ولا قوه الا بالله. شوف ضعنا فيه راه هرم هرم فنان فنان كبير فنان كبير هرمات ديال الفن فنان كبير. انا راه ما دوش القليل واش كون كان فنان كبير الملك ديما تسافت له وعندو تصور مع الملك وعلى بلي وسام ديال مرتبة قائد ومصور في ميريكان مع الناس الميريكان عاطين وسيمة فهمتي ومصور في الامارات ماشي ما كاين شي هذا هو بصح شي السيد ضاع فيه المغرب كامل ضاع فيه. اوكي والله يرحمه والله يصبر العائلة ديالو داو معاه بالرحمة والمغفرة والله يصبر العائلة ديالو. غدا نمشي للكلية نشوفو تلقى برا الناس. هو كان عيان في مؤخرا كان عيان شوية ولا عيان. ماشي هذا تقاعد ماشي زعما كاين نعاس مراض ولا شي حاجة لا. تينوض تمشي للطواليت وخرج. الله يرحمه في هذا النهار والله يصبر العائلة ديالو. وراه جميع المغاربة ضاعوا في جميع المغاربة. السلام ورحمة الله. ماشي كاين ما كروش شنو ولا لو تعيطوا على العائلة. بحكم انا عارف في السكن حتى كيسولوا فيا انا حتى ما تي راه ما كروش شنو ما كاين مره تيخرج مسكين راه عيد ليا مسكين قال لك راه داو في هذا الشيء الكلينيك توفى. حنا صحافه نحكي معك شي تصريح عليك كيفاش كانت الحياه ديالو؟ الحمد لله انا دابا 4 سنوات ماشي بزاف ولدي يعني الله يعمر هذا السيد اجتماعي.